المدرسة طبعا الأساسية كانت يعني تقريبا شبه موائمة فيها، يعني ما فيها كان كتير صعوبات إلي. أما بالمرحلة الثانوية كان المختبرات على الطابق الثاني والثالث، وأنا كنت بالفرع العلمي، فلما صرت توجيهي رحت حولت من العلمي للأدبي على أساس إنه ما في مختبرات وما في يعني كتير شغلات يعني العلمي مثلها. ولما صرت بالجامعة دخلت بالجامعة، في طبعا بالجامعة أدراج في أسانسير، بس إحنا جامعتنا جامعة القدس المفتوحة هي مبنيين جنب بعض، يعني يوم كنت أداوم بالمبنى القديم مبنى الجديد يوم تاني، يعني أضطر أروح يومين لنفس محاضرات يوم واحد على أساس إنه في درج فاصل بيناتهم، أو في يعني طلعة كتير قوية إنه أنا ما بقدر أتحكم بالكرسي المتحرك وأطلع وأنزل فيها، فهي كانت كتير صعوبة إلي. الصبح بكرة على المدرسة عندنا شوف الأساتذة وبعملونا منيح وبيساعدوني على الدرجة عند بك الدرجة أو على الفرصة، يعني مثل الأولاد كابل بخلونا آخر واحد عشان أطلع ما حد يتكم فيه و... على الدرج لما أطلع وأنزل في صعوبة، يعني هلا بالمدرسة لما نجي نطلع فوق على المختبر فيش مؤهلات إنه أطلع لحالي، لازم الأولاد أو الطلاب يساعدوني أطلع. خلال الصعوبات يعني لما بدي أروح أي على أي مكان ما في موائمة ممكن ألغي المشوار هذا، أو ممكن إذا بدي أروح على وزارة أو أي شيء أبعد حد تاني عني، لأنه في درج وفي شغلات كتير يعني صعبة، في ما في مواصلات عامة إنه تأمن لنا مكان للكرسي المتحرك أو نقدر نطلع بالمواصلات العامة، بدنا نضطرنا ناخذ مواصلات خاصة وعلى حسابنا الخاص، هاي أحيانا يعني ما كانت متوفرة. أنا بدي مرافق دائما معي لأني ما بقدر أطلع لحالي، مثلا في السوق في المدرسة بدي واحد يريحني. في خدمات كتير متوفرة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني هلأ بلشوا راح يعني يوعدونا إنه في تغييرات راح تصير لذوي الاحتياجات الخاصة، ونتأمل إنه نشوفها بالمستقبل، يعني مساعدات تكون أكبر إلنا. أتمنى يبقى المواصلات، يعني وين ما إحنا بدي أروح في البلد أو برا البلد، يعني أنا أنا بشوف حالي ساعة أحسن من غيري، يعني الغير بشوف مساع تعبانين أزود، يعني في هذاك مش موفر لهم ولا إشي، سامع عشان عربيات وإذا أنا ساعة بروح وباجي على الجزات. أنا ما عندي كرسي كهرباء، بطلب إنه يكون عندي كرسي كهرباء يتوفر لي.